والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى تم تشكيل مجموعة تم تسميتها يعني بمجموعة آل جامع، مجموعة آل جامع اللي شكل المجموعة واللي أنشأ المجموعة هذه هي الأستاذة أمل بنت أخونا الكبير عبد الله بن حميد الجامعي. نشكرها جزيلا على هذه. كان منها هذه المجموعة أول شيء يعني فائدة أساسية هي إن إحنا تجمعنا أصلا، صرنا نوعا ما نعرف أخوي إيش أخباره، كذا إيش أخباره، بعد ما بعدتنا الطرقات والبلدان. فبفضل الله سبحانه وتعالى لما تجمعنا أصبحنا نتعارف، أصبحنا نتشاور في أمورنا، أصبحنا يعني ناخذ كما يقولوا الصالح ونستفيد منه، نفيد بعضنا بعض من هذا الموضوع. كانت أيضا من نتائج المجموعة هذه، كانت من نتائج مجموعة آل جامع هذه اللي موجودة في الواتساب، اللي هي أيضا باستخدام يجب على الإنسان أنه يستخدم التقنية فيما هو مفيد، فيما هو يفيد صلاحه في دنيا وصلاحه في أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فأيضا من نتائج هذه أيضا تم تشكيل لجنة، وكان أساس اللجنة هي كانت زهرة بنت أخونا أحمد الله يرحمه. فزهرة شكلت لجنة، اللجنة هذه كان دورها هو جمع التبرعات من الأسرة، سواء كانت صدقات أو حتى يعني كانت صدقات نوعا ما، لأن الزكوات كانت توصل لأهلها، لكن كصدقات كم تم تجميعها من قبل زهرة، من قبل أخوتنا، سواء كان أخوتنا اللي موجودين معنا في المجموعة أو حتى أخوتنا اللي ما دخلوا بعدهم في المجموعة. فتم تشكيل أيضا هذه اللجنة، وتم وصارت زهرة يعني برفقة المختصين، وتم توزيع تقريبا إلى كم أسرة؟ إلى تقريبا 23 أسرة. فكانت أيضا هذه من فوائد المجموعة شكلتها أمل. أيضا في يعني فائدة أخرى اللي هي التواصل والمعرفة بشكل عام، كانت هذه أيضا من تشكيلها. أصلا تشكيل المجموعة كان في المسابقة هذه اللي كانت بدايتها، كانت مسابقة كان في رمضان، كنا كل جمعة نتكلم عن سؤال فقهي معين، نتكلم عن يعني حد باغي يستفهم لموضوع فقهي، لموضوع عقدي موجود في لإصلاحه هو نفسه في دينه بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. أيضا من نتائج هذه المجموعة هي وجود هذه المسابقة التي احنا حاليا بديناها قبل أسبوعين من اليوم، قبل أسبوعين من هذا الأسبوع. كان السؤال الأول نوعا ما هو يعني سؤال في القرآن الكريم، كنا سألنا عن الميراث، مسألة معينة بسيطة هكذا عن الميراث، وتمت يعني الاشتراك من قبل الأخوة والأخوات في الموضوع، وفي مراكز. طبعا احنا كان في نوعا ما اللي هي في المسابقة هذه اعتبرنا كونها هي المعطيات موجودة، والقانون أو نقدر نقول قانون حل السؤال هذا، قانون حل السؤال موجود من القرآن الكريم من سورة النساء اللي هن آيات الميراث. السؤال الثاني جاء في الأسبوع الآخر، الأسبوع الثاني كان عن التاريخ، كان كنا نسأل عن المعاهدة اللي صارت بين الإمام عبد الله بن علي الخليل الله يرحمه والسلطان سعيد بن تيمور الله يرحمه في الفترة هذه في عام 1920 اللي هي كانت معاهدة السيل، وكان في عقدة معينة نوعا ما. كان ثلاث أرباع السؤال موجودة من ويكيبيديا والجميع جابها من هناك، لكن العقدة كانت في إيش هي موقع سمائل من هذه المعاهدة. واللي جاب الإجابة نوعا ما بشكل صريح هو كان فيصل ولد أخونا علي زين. بشكل عام هي هذه كنا يعني الفكرة العامة إن إحنا نكون دائما موجودين مع بعض، دائما نتشارك مع بعض. الأمر الآخر إن نكون أيضا تدارس القرآن الكريم زين. فهي بهذه الصورة
ومن باب آخر هو أيضا مواصلة لدورك أنت في المجتمع، مواصلة لدورك أنت في العالم الإسلامي أبو العزيز، اللي هو أنك أنت كنت توصل علمك للناس، الناس حتى لو كانوا ما يجيوك كنت توصلهم، أنك توصل العلم. الحين أنت بسبب ظروفك الصحية نوعا ما، يعني أيضا الطلاب ما زالوا هم يسألوا عنك لكن قليلي الوصول إلى هنا، وفتحنا احنا صفحة موجودة في الفيسبوك نوعا ما فيها نقدر نقول أقرب الأخبار أو المعلومات العامة عنك اللي موجودة في من مشاركاتك في الدول العربية الأخرى ومن مشاركاتك المحلية، تم وجودها في صفحة الفيسبوك والناس متواصلين، لما يكون أي حدث جديد وكذا نخبرهم ويسألوا عنك الناس ويشكروك جزيلا يعني ويسلموا عليك كثير، اللي هم الشباب سواء كانوا طلاب العلم أو حتى الدكاترة بشكل عام أيضا يسألوا عنك ويسلموا عليك، بارك الله فيك. فهي أيضا كان اليوم النية أن احنا نجي هنا ونلتقي، نجي الشباب يعني سيكون يأخذ جوائزهم زين، باقي جوائزهم اللي هي بسبب يعني المسابقة اللي حصلوها نوعا ما لظروفهم ما تمكنوا يجوا إلا الشيخة ملاك بنت الشيخ عبد الله بن حميد الجامعية، هي اللي قالت هذه مسابقة، هي اللي قالت عشان يصدون جائزته. بشكل عام احنا رايحين نخبرك منهم اللي فازوا في الأسبوع الأول، اللي فازوا في الأسبوع الأول المركز الأول كان سارة بنت محمد بن حميد الجامعية، تعتبر حفيدتك زين. وأيضا في المركز الثاني جاء من المركز الثاني ملاك، المركز الثاني ملاك بنت عبد الله بن حميد الجامعية حفيدتك. المركز الثالث كان فيز أحمد بن علي بن حميد الجامعي حفيده، هذه هي المراكز الأولى في المسابقة الأولى. المراكز الأولى في المسابقة الثانية كان في المركز الأول فيصل بن علي بن حميد الجامعي، المركز الثاني كان زهرة بنت أحمد بن حميد الجامعي الله يرحمه، المركز الثالث كانت منى بنت حميد بن عبد الله الجامعي بنتك بنتنا منى. فالجوائز موجودة هنا وإن شاء الله راح تسلمهم، وإن كانوا ما موجودين معنا تكون بس منى تستلمهم ملاك، الباقي بالنيابة ما لازم نسلم عنهم كل يوم بعد زين. فأنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ إيش رأيك في المسابقة بشكل عام؟ إيش توجهنا إحنا كأولادك وأحفادك وبشكل عام أبناء الأمة الإسلامية كلهم، إيش توجهنا لل يعني سواء في طلب العلم او في مدارسه القران الكريم؟ نعم انت توصينا بالعلم ومدارسه القران الكريم زين بقى، نشكرك جزيل الشكر. الحين عاد تسليم، وانما اعتنا اقدر كذا شويه اتملص سلم ملاك، هذه ملاك ملاك استلم جيب روح استلم ملاك زين بقى. فكان هو هذا التسليم بشكل عام، واحنا نشكرك يعني، واحنا قلنا ندشن هذه سواء كنا ندشن الصفحه صفحه الفيسبوك اللي هي صفحتك انت زين، اللي هي المعلومات العامه، الناس تجي وتلتقيك ويعني ويتعرفوا يعرفوك ويتواصلوا معنا ايضا ويسالوا عنك في المجموعه هذه او في الموقع الفيسبوك، يسالوا عنك كل يوم يسألوا عنك. وفي شخص يعني أنا أيضا على تواصل مع الأستاذة منال المحية من السعودية من الرياض، حضر الماجستير في مجموعة قصائد المرادفة نقدر نقول
كانت تقول هي مناظرات الفرزدق، لكن لما خبرناها انك انت كتبت قصيده هذيك لذكرى احياء الفرزدق، يعني اخذت تقدر تقول ما معلومات اكثر عنك، كوننا احنا عما عندهم في السعوديه الكتب الاباضيه ما يوصل عندهم، فهي حصلتها فرصه نوعا ما انك تتواصل معهم كذا. في دكتور اخر ايضا من غردايه، فين غردايه موجوده؟ غردايه في تونس، في تونس غردايه، زي من غردايه ايضا دكتور، وهذا يحضر الدكتوراه في قسم معين من شعره، يعني مثل ما حضر البنت، مثل ما حضر اللي هو الاستاذ الطريف في غزلياتك، هذا ايضا يحضر في قسم معين من شعره، ايضا يحضر الدكتوراه. وفيه اخرين ايضا دكاتره ايضا انا على وصال معهم، وهم كما يقولوا على حد قولهم انهم يتمنوا انهم يلاقيوك. وايضا الاستاذه منال المحيه تقول تحين فرصه معينه ان تجي هنا وتلتقيك وتسلم عليك، انك انت رمز من رموز الاسلام، ورمز من رموز الاباضيه، رمز من رموز علماء الاسلام. فنشكر الله سبحانه وتعالى ان من علينا ان نكون احنا اولادك. بارك الله فيك، فنشكرك جزيل الشكر، ونستاذنك عندنا على التو. زين نتحدث معك.